ونروح الخليل اللي معاه اليوم موضوع تكنولوجي مهم جدا وهو الابتزاز الإلكتروني الوهمي. صحيح هدى ومشاهدينا، هو موضوع جدا مهم لأنه مغلف يعطيك الإيحاء أنه الابتزاز واقعي، وهو الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة عالمية وأحد أبرز مساوئ عالم الإنترنت. لكن مؤخرا ومع دخول موسم الصيف والإجازات لاحظنا تزايد هذه الظاهرة بشكل كبير، وخاصة ما يعرف بالابتزاز الوهمي، يعني تعرض الشخص لتهديد من قبل شخص ما يعني يملكون عنه أي معلومة، لكنهم يوهمون أن عندهم أرقام وعندهم صور وعندهم أكبر من هالشيء هذه، أو تفاصيل يمكن حتى خاصة بالشخص اللي يعتقد أنه ممكن مهكر أو أي شيء. حنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الخبير التقني عبد الله السب. يسعد لي صباحك. الحمد لله على السلامة، متى الوصول؟ الله يسلمك. صار لك يومين ثلاث يمكن، ها؟ يعني يومين تقريبا. يومين، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ربي. عبد الله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. لا حادث بسيط وعدى الأمور على خير. الحمد لله على السلامة. وتنفسنا في بداية الحلقة شوية مرتبك، ولكن الحمد لله الأمور تمام. الحمد لله. عبد الله، يعني موضوع مهم جدا، يمكن بداية خلينا نعرف الابتزاز الوهمي إيش هو. طيب اللي صاير في الفترة الحالية، زي ما أنتم عارفين إنه في بيانات كثيرة موجودة عندنا في الإنترنت، مثل رقم جوالك، صور عادية أنت ناشرها في منصات التواصل الاجتماعية، أو أرقام سرية سربت، وغيرها من المعلومات المختلفة يتم جمعها في موقع معين. الموقع هذا لو حطيت رقم جوال أي شخص بتطلع لك معلومات عنه. بعدها يبدون يحاولون يتواصلون معك عن طريق الواتساب، مو الإيميل، لا، يجيك واحد عن طريق الواتساب برقم خارجي ويقول لك ترى أنا أمتلك معلومات كاملة عنك وأعطيك دليل، تفضل هذا رقم سري لك، أو هذه صورة بطاقة أحوالك، أو هذه معلومة شخصية عنك أنت تصدق أنه عنده معلومات ثانية، ويبدأ هو يبتزك ويأخذ معلومات أكثر عنك ويبتزك فيها. فهو العملية الابتزاز هو يوهمك أنه عنده معلومات، لكن هو ما عنده معلومات كثيرة عنك، لكن هدفه بشكل كامل أنه فيها نوع من ذكاء في المفاوضات. يعني صحيح، فيها نوع ذكاء، يعني هو يجيك لسانه معسول وذكي وقادر يبتزك ويأخذ معلومات أكثر منك، وبعدها على قولتهم لما تمسك السنارة يبدأ يطلب منك مبالغ مالية وأنت تبدأ تكون رهينة له وتحول له المبالغ هذه بشكل دوري. طيب إيش هي العلامات عبد الله اللي تشير إلى أن الشخص اللي هددنا يكذب أو يملك أي معلومة يمكن تخصنا؟ هل في طريقة لكشف هذا الشيء؟ طيب أول شيء لازم تعرف أنه كيف طريقتهم في جمع هذه المعلومات. أيام قبل أو في الأيام الحالية أحيانا تجيك روابط على الواتساب، ادخل وسجل للحصول على وظيفة، فأنت تدخل يطلبون منك صورة بطاقة أحوالك، يطلبون منك رقم جوالك، تاريخ الميلاد، الشغلات هذه أنت ترفعها لأنك أنت تبي تشارك أو تحلم أنه يكون عندك وظيفة. بعدين يجيك رابط ثاني يقول لك ادخل وسجل هنا لتربح هدية في من احد شركات الاتصالات او من احد شركات الاثاث، ويربح له مصيبه. أيوة، ويربح له مصيبه. فاللي يصير كالتالي انهم هذه البيانات وراها عصابات جمع معلومات، المعلومات هذه تم جمعها في مكان معين، بعدها ياخذون رقم جوالك، يقدرون يوصلون لارقام سريه قديمه مسربه لك، فيكون عندهم معلومات كامله عنك ومعلومات شبه مكتمله عنك. انت يجيك واحد يرسل لك رساله عن طريق الواتساب يقول لك هذا رقمك السري، هذه بطاقة أحوالك، هذا رقم جوالك اللي احنا متواصلين معه، ترى احنا نمتلك بعد صور عنك، فأنت تخاف وتبدأ تتفاوض معهم، يطلب منك أموال وتحول له عن طريق أي خدمة تحويل بنكي على أساس أنه يستر عليك. هو بالأساس لا، هو راح يبدأ ابتزازك من هذه اللحظة لأنه راح يكمل ابتزاز عليك. كيف تكتشف أنه هذا أنا ما عنده معلومات؟ المعلومات هذه أنت حاطها أساسا في الإنترنت، لو أحد تواصل معك لا تتفاعل معه. كيف تتصرف معه عبد الله؟ كيف تتصرف معه؟ مجرد ما يتواصل معك أي شخص يطلب منك أنه أنت تحول له أموال ويعطيك معلومات الردي موجودة، عطب لك نهائيا ولا تتواصل معه. المصيبة الثانية اللي يقعون فيها أحيانا يتواصلون معك، وللأسف هذه ظاهرة موجودة، عصابات من خارج الدولة يتواصلون معك ويعرضون عليك خدمات ويطلبون منك أنهم يكون معك مكالمة فيديو، وتدخل معهم مكالمة فيديو، يسجلون هذه المكالمة يركبونها على مقاطع لا أخلاقية ويبدون يبتزونك فيها. فمباشرة مثل هذه الشغلات الغير موثوقة لا تتفاعل معها نهائيا حتى ما تقع ضحية. في إجراء قانوني مثل هذه الأمور؟ الإجراءات القانونية للأسف في حال كان هو خارج الدولة اللي أنت تعيش فيها من الصعب الوصول لهم، لكن لك عدة طرق أنا أنصح فيها. أولا مباشرة
بلغ الناس اللي حولك ان انت تتعرض لعمليه ابتزاز حتى ما يستغلونهم وتكون انت الضحيه ويكونون يساعدونهم في عمليه ابتزازك. فمباشره بلغ الوالد، الوالده، اخوانك او اي اشخاص تثق فيهم حتى انه انت ما تقع ضحيه. قدم بلاغ في مركز الشرطة اللي حولك أو عن طريق تطبيقات، مثلا تطبيق كل الأمن في بلاغ ابتزاز إلكتروني تقدر تقدم بلاغ من خلاله حتى تكون أنت واعي وحتى يكون عندهم معلومات كثيرة. إن تم تركيب مقاطع سيئة عليك ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، حاول أنه أنت تعطل حساباتك حتى ما يوصلون هذه المقاطع إلى الناس اللي أنت تتابعهم ويشوهون سمعتك. لأنه أحيانا للأسف هو إيش يسوي؟ يأخذ المقطع هذا ويرسل إلى زوجتك، أخوك، أخوانك، الوالد، الوالدة. سبب عطلها يحسب أنه أنا خايف من عنده مثلا. مجرد أنه أنت ما تختفي أو تعطيه بلوك أو شيء وما تتفاعل معه، هو أهم شيء أنه أنت هو يبغاك أنت الهدف. أي أنت مجرد منك ما تتفاعل معه بيشوف أي أحد غيرك يبتزه. طيب. فأنت مجرد أنه أنت عدم التفاعل هو أول وسيلة لحل المشكلة. طيب. التفاعل معه هو يسبب لك مشاكل أكبر. طيب نأخذ باختصار كيف نحمي أبنائنا من هالظاهرة هذه؟ أولا يفضل عدم إعطاء الأبناء أجهزة لها وصول كامل على الإنترنت وأيضا فيها تواصل مع الأشخاص الثانيين. يعني تطبيقات التواصل الاجتماعي غير مناسبة للأطفال اللي أعمارهم أقل من 13 سنة أو 15 سنة، وإعطائك طفلك جهاز له وصول كامل للإنترنت هذه مصيبة أنت راح تحاسب عليها، ممكن أنت تسبب مشكلة. فلذلك من الضرورة تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على أجهزة الأطفال لحمايتهم وليس لرقابتهم، لأنه أنت كأب من واجبك على طفلك أنك صحيح. أنت تحميه خاصة من الألعاب. قبل كم يوم كانت في منصة موجودة والحمد لله تم حجبها، كانت من خلالها يتم ابتزاز الأطفال، يدخلون على مجموعات صوتية، المجموعات الصوتية هذه فيها يدخلون الأطفال يتعرفون على بعض ويكون فيها ألفاظ خارجة، صور خارجة، مقاطع غير لائقة للعرض على الأطفال، بعدها يتم ابتزاز الأطفال بسبب هذه المنصة. فمن الضروري حماية الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي. شكرا على النصيحة عبد الله، وننتظرك اليوم في iOS 15 مؤتمر أبرا اليوم بإذن الله. بإذن الله، وتعودنا دائما أنت تعطينا نصايح في كثير من خلال تجربتك. شكرا جزيلا عبد الله السبع الخبير التقني في مواضيع التقنية. ونختم الفقرة بثلاث نصايح ذهبية.